هاي، من أكثر الأسئلة اللي بنسألها هو هل ممكن كفر داعة ردع طفلي إذا أنا كنت حامل؟ ولا الحقيقة إذا أنت حامل وبتكفر ردع طفلك فكل احترامي لإلك، لأنه الرضاعة لحالة صعبة والحمل صعب وأنت بدك تعمل اثنيناتهم، فنيل ولادك فيك. You're amazing. الدراسات منا كتير كبيرة على فكرة عن هذا الموضوع، ولكن observational studies بتفرج انه ممكن الام تعمل اثنيناتهم بنفس الوقت بدون مشاكل اذا ما كان عندها مشاكل صحية بتمنعها انه تعمل هذا الشيء مع بعض، وهذا الشيء بس طبيبتها او طبيبة النساء الاو بي جي واي ان بحدده. فانت لازم تحكي مع طبيبك بهذا الموضوع، واذا قالك انه you are a normal pregnancy and you're healthy pregnancy فممكن تكفي بهذا الشيء بطريقة طبيعية، ولكن if you're a high risk بسبب عمر معين او previous miscarriages او دم او whatever your doctor told you، هو افضل انه ما تعمل اثنينات بنفس الوقت. بس بدي الفت لك نظرك انه الرضاعة الطبيعية بتستهلك عدد معين من السعرات الحرارية، والحمل بيستهلك عدد معين من السعرات الحرارية. فإذا أنت بدك تحبلي وتكوني عم بترضعي بنفس الوقت، يا أما بدك تتابعي مع أخصائية تغذية أو ضلك مراقبة وزنك تشوفي أنك عم بزيد وزنك بالطريقة الصحيحة اللي مفروض يكون عم بزيد وزنك فيها، اللي هي ما بين 11 كيلو وال 17 كيلو اللي نحن حكينا عنها قبل إذا كان وزنك طبيعي لما دخلتي على الحمل. وممكن تحسي أنه خف حليبك أو طفلك ما عبالو يرضع، يمكن تحسي أنه النبلز هيك عم يزعجوك وقت رضاعة، فهو الأشياء كلها طبيعية. في كتير أمهات بتردع خلال فترة الحمل عادي، في كتير منهم بيوقفوا خلال الحمل وبعد ما يولدوا بيرجعوا بيرضعوا اثنين. إذا هيدا حالتك ورجعت رضعت اثنين بنفس الوقت، بتقلك إيه هو إنه ممكن it's very normal وساعتها الكبير عندك حياخد كولوستروم مرتين which is amazing، بس ممكن اللي يصير لأنه الكبير عم يرضع منك يكون الفلو تبع الحليب تبعك كتير سريع، وهذا الشيء يضيق البيبي، يمكن يصير عنده غازات أو يكون عم ياخد كمية كتير سريعة من الحليب تعمل له إنه يتشردق. فبهاي الحالة يا أما بدك ترد على الكبير من جهة والصغير من جهة، يا أما بس بدك تراقبي وتتأكد إنه هذا الشيء ما عم بيصير مع طفلك. وعلى العموم لو صار أكيد في إله حلوة. So good luck and thank you for watching the video and I really appreciate it.